يعتبر منتخب مصر لليد للشباب صاحب مسيرة كبيرة في البطولات العالمية، أهم وحصد اللقب في عام 1993. نتابع. صلاة. منتخب مصر لكرة اليد للشباب تاريخ من الإنجازات، حصد العلامة الكاملة بعد تصدره المجموعة الثانية ببطولة العالم المقامة حاليا، المرة الثالثة التي تتصدر فيها مصر مجموعتها ببطولة العالم للشباب. احتل منتخب مصر صدارة المجموعة في نسختي 1993 و1999. نجح شباب الفراعنة في التتويج ببطولة العالم للشباب 1993. توج منتخب مصر بالميدالية البرونزية ببطولة العالم للشباب 1999.